وتم التصويت على ميزانية جامعة أكادير، ومن بين النقاط اللي كانت مدرجة في الدورة هو إعادة تهيئة المستشفى الجهوي الحسن الثاني. وكي كنعرفوا مدى أهمية هذا المستشفى لأنه جهوي وتهم الجهة لأنه فيه اختصاصات عديدة وبزاف ديال الناس كيخصيو الجو، إذا ارتأت الجامعة أنها تشارك في الإعادة ديال التهيئة. بلغت التكلفة ديال التهيئة 135 مليون ديال الدرهم، شاركت فيها الجامعة ب 25 مليون ديال الدرهم بجانب شركاء آخرين. هناك ولاية جهة سوس مسا، أيضا الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جهة سوس مسا. إذا حنا ما يمكنناش إلا وأن نتمنوا هذه المشاركة هذه، لأنه كنشوفوها يعني من عديد من الزوايا، يعني هناك مشكل صحي، مشكل اجتماعي إلى آخره، وهذه التهيئة غادي تهم يعني تجهيز ديال المستشفى. ايضا غيتم بعض المرافق اللي غادي تكمل البناء ديالها، ايضا مرابط السيارات، التهيئه الخارجيه للمستشفى. اذا هذا ما غيكون الا في صالح المواطن، باش يكون الولوج ديال المواطن، باش في واحد الجو اللي هو صحي بالنسبه له. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.